لو الحكاية فيها إن فيديو شوبينج النهاردة يعني جاي أشارك بيه للأطفال وممكن للكبار. الأطفال يعني هو طبعا الطفل مش مدرك يعني إيه انتخابات، مش مدرك يعني إيه مشاركة، فهو أكيد جاي مع باباه أو مامته، فهو إيه اللي يعرفه يعود إن هو ممكن يشارك في حاجة زي كده، إن هي ذكرى تفضل في خياله. لما يكون في حاجة تبسطه فهو في ذكرى تفضل في خياله. فهو الفيس بينتنج الأطفال كلها بتحبها وبيحبوا إن هم يستمتعوا بيها وكده في الحفلات وفي أعياد الميلاد. فلما يكون في الانتخابات ده شيء جديد، إن هو يتعودوا إن هو إزاي يشارك في حاجة بيحبها وفي نفس الوقت حاجة تفضل في خياله لما يكبر، يعرف إن يعني حلقة بسيطة كده ما بين ارتباطه بالانتماء لبلده وفي نفس الوقت حاجة تبسطه من جواه. بس فهي أنا جاي النهاردة أشارك الأطفال، أتمنى إن هم يبقوا مبسوطين جدا. فيديو